مسافة الميل رفعت الراية واندفعت الأفراس على بركة الله 18 رأسا تتنافس لنيل مساهمة نادي الفروسية لهذا الأسبوع. عنوان الانطلاق الآن عنون وإذا مع حصيلة في المنتصف وكذلك شداوة في المرتبة الثالثة والنعمية في المرتبة الرابعة كذلك محاولات تهلي في المرتبة الخامسة نون مع حصيلة وكذلك تهلي والنعمية في صدارة هذا الشوط. حصيلة تبدأ الصدارة الآن في المركز الأول مع محاولات نعمية وتهلي أيضا وكذلك شداوة ومحاولات من بقية الأفراس. مساهمة نادي الفروسية لهذا الأسبوع صراع الأفراس. حصيلة وتهلي وشداوة تأتي في المرتبة الثالثة الآن فيما النعمية تتأخر. عنون أيضا تبدأ مرة أخرى للمرتبة الرابعة فيما اشتداد المنافسة وبداية مراحل الحاسم الآن الـ400 متر الفاصلة. الصراع شداوة تتقدم مع حصيلة لهذا النزال الأفراس. مساهمة نادي الفروسية شداوة تذهب كمرشح حتى الآن لصدارة هذا الشوط ومساهمة نادي الفروسية للمرشح الأقوى والأولى في هذا الشوط. شداوة ألف ألف مبروك لمالك يا ابن سالم علي العلي المدرب ممدوح العلي والقيادة.